فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقول الله تبارك وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حياة نفس واحدة عند الله تبارك وتعالى تساوي حياة البشرية جمعا، وقتل نفس واحدة قتلا للبشرية جمعا. هذا ما لم تصل إليه قوانين البشر، لكن قانون السماء جاء منصفا ليعلي مكانة الإنسان ويحافظ على كرامته ويعطيه حقوقه. وأي حق أعظم من هذا الحق الذي جعله الإسلام حقا مقدسا؟ إنه حق الحياة، حياة نفس واحدة تساوي حياة البشرية جمعا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. وإن من تكريم الله عز وجل للإنسان أن يخرجه من عبودية أخيه الإنسان وجعله عبدا له وحده لا شريك له، عبدا للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولذلك كان خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لواليه على مصر حينما لطم قبطيا وأراد أن يهزأ به، قال له: خذها من ابن الأكرمين. توجه ذلك القبطي إلى أمير المؤمنين وخليفة المسلمين شاكيا إليه ابن واليه على مصر ابن عمرو بن العاص، قال له: إن ابن واليك لطمني. فطلب عمرو بن العاص مع ابنه إليه إلى المدينة المنورة لينصف القبطي الذي شكى إليه ظلم ابن واليه. فلما جاء عمرو بن العاص مع ابنه ووقف أمام خليفة المسلمين مع ذلك القبطي، قال عمر للقبطي، قال له: خذها من ابن الأكرمين هنا. هذه هي عدالة الإسلام. ولذلك فقد لخص ربعي بن عامر تعاليم الإسلام كلها في كلمات ثلاث، حينما سئل: من أنتم؟ قال: نحن قوم جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا لخص تعاليم الإسلام. الإسلام دين الحرية والعدالة والمساواة. الإسلام هو الدين الذي حفظ للإنسان كامل حقوقه وحرياته من قبل 1433 سنة. إن الحقوق
الحقوق التي تتباهى الأمم بإقرارها قبل نحو 60 عاما، نحن نفخر بها لأن الإسلام جاء بها من قبلهم بأكثر من 1400 عام. وإن الحرية هي مطلب الإنسان في كل زمان ومكان، لذلك فقد كان الهدف الأول من أهداف الثورة اليمنية هو التحرر من الاستبداد والاستعمار وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. هذا الهدف الأول من أهداف الثورة اليمنية يجسد مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لواليه على مصر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يجسد المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يتباهى العالم كله بإقراره، والتي نصت على أن يولد الناس أحرارا. ونحن في اليمن بفضل الله عز وجل ثم بفضل المخلصين من أبناء اليمن تمكنا من القضاء على الاستبداد في الشمال والاستعمار في الجنوب كنظامين، ولم نتمكن من القضاء عليهما كثقافة، فما زالت ثقافة الاستبداد قائمة وثقافة الاستعمار باقية حتى جاءت ثورة التغيير السلمية، ثورة الربيع العربي في بلد الإيمان والحكمة، فجسدت ثقافة الحرية بأسمى معانيها وأجمل حللها، وقضت على ثقافة الاستبداد والاستعمار. وإن استمرار الثوار في ساحات الحرية أكثر من 13 شهرا يؤكد ثبات ثوار اليمن واستمرارهم في فعاليات الثورة حتى تحقيق كامل الأهداف بإذن الله عز وجل. فما انطلقت ثورة التغيير السلمية إلا لإنقاذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر، إلا لإنقاذ الجمهورية والوحدة في خطر أيضا بسبب الممارسات التي مارسها النظام خلال 33 سنة، كاد أن يفقد الثورة حيويتها وأن يفقد الجمهورية معناها وأن يقضي على النهج الديمقراطي الذي نفخر به
الذي شهد لنا به القرآن من قبل أكثر من 3000 سنة. قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقالت لقومها: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: الأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. هذه الثورة التي قدمت اليمن بصورة حضارية راقية، شعب يمتلك أكثر من 60 مليون قطعة سلاح، اختار السلمية نهجا لتحقيق أهداف ثورته وطريقا للوصول إلى غاياته. حاول النظام بآلته العسكرية قمع تلك الاعتصامات والمظاهرات، فلم يفلح، وكل قطرة دم سفكها في ساحات الحرية والتغيير أو في غيرها من شوارع ومدن الجمهورية اليمنية زادت الثورة اشتعالا ووسعت من دائرة الاحتجاجات حتى جاءت جمعة الكرامة، حتى جاء يوم الجمعة، يوم 18 من شهر مارس من العام المنصرم، فارتكب النظام مجزرة بشعة استشهد فيها أكثر من 52 شهيدا من أبنائنا وإخواننا، إضافة إلى مئات الجرحى الذين سقطوا في تلك المجزرة الشنيعة التي ارتكبها النظام ضد أبناء اليمن، ضد المتظاهرين والمعتصمين سلميا، ضد أولئك الذين قالوا ربنا الله، ضد أولئك الذين حضروا لأداء صلاة الجمعة. فكان ذلك اليوم يوما فاصلا بين الحرية والاستبداد، بين الظلم والعدل، بين السلم والعنف، بين التسامح والوحشية. وبرغم الآلام والمواجع التي عانى منها الثوار والثائرات وما زالوا يعانون منها، ومن جراء هول الصدمة التي أصيبوا بها كما أصيب بها أسر الشهداء والجرحى، إلا أنها قد أظهرت نتائج عديدة. ومن أهم تلك النتائج التي أظهرتها جريمة جمعة الكرامة، أظهرت وحشية النظام وبشاعة أساليبه ومحاولاته اليائسة والبائسة التنصل من مسؤوليته في حماية مواطنيه.
والهروب من جريمته التي وقع فيها، وحاول أن يلصقها زورا وبهتانا في أبناء الحارات والمنازل المجاورة لساحة التغيير وللمنطقة التي سقط فيها الشهداء. وقد كان الناس يحسنون الظن بذلك النظام حتى ذلك اليوم، يوم جمعة الكرامة، وظهر فيه رأس النظام مع وزير داخليته عقب الحادث بساعات وقبل أن تبدأ إجراءات التحقيق، وقاموا بتوجيه الاتهام لأصحاب المنازل المجاورة، فكانوا هم المدعون وهم الشهود وهم القضاة. أقاموا الدعوى من أنفسهم وأجابوا عليها وشهدوا وحكموا على أهل تلك المنازل قبل أن تجف الدماء من الشوارع التي سقط فيها أولئك الشهداء، فظهر للشعب جليا بأن النظام يقف خلف تلك المجزرة وخلف كل أعمال العنف التي شهدها اليمن خلال الأشهر الماضية، كما أن من آثارها الطيبة سقوط النظام سياسيا وانهيار أركانه عمليا من خلال الاستقالات المتوالية من مؤسسات الدولة ومن الحزب الحاكم. ثم بعد ذلك كانت إقالة الحكومة، ثم انقسام الجيش بإعلان قائد المنطقة الشمالية ومعه عدد من قادة المناطق والوحدات العسكرية تأييدهم للثورة السلمية، وكفهم عن إيذاء المعتصمين والمتظاهرين سلميا، ثم انقسام كتلة المؤتمر بإعلان عدد كبير من أعضاء كتلة المؤتمر النيابية الاستقالة من الحزب الحاكم والاحتجاج على ممارساته، ثم اتساع دائرة الاحتجاجات لتعم أرجاء اليمن. وقبل هذا وذاك شل حركة رئاسة الدولة، فتحول من رئيس جمهورية يحكم اليمن إلى رئيس حزب يحكم ميدان السبعين فقط. هذه هي فوائد جمعة الكرامة، إضافة إلى إثارة غضب واستنكار الشعب اليمني والرأي العام الإقليمي والدولي ضد الممارسات غير الإنسانية والأساليب القمعية التي مارسها النظام ضد أبناء الشعب اليمني العزل. ثم ظهر الثوار بعد تلك المجزرة أكثر رسوخا من ذي قبل وأكثر صمود من أي وقت مضى، وكأنهم يبحثون عن الشهادة بعد أسلافهم. الأمر الذي جعل الأشقاء والأصدقاء يسعون للتدخل لإنقاذ الشعب من ممارسات القمع وإيجاد حل سلمي
من خلال جهود دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من خلال المبادرة الخليجية. وإذا كنا قد استبشرنا بتلك المبادرة خيراً وقلنا لعلها توقف سفك الدماء، إلا أن النظام استمر في سفك الدماء بعد تلك المبادرة ولم يكف عن ممارسات القمع حتى بدأ تنفيذ المبادرة على الواقع بتشكيل حكومة الوفاق وإجراء الانتخابات الرئاسية في 21 من فبراير الماضي. إن الانتخابات الرئاسية قد شكلت بداية الثورة الكبرى للتغيير، ذلك لأن الشعب اليمني قد منح مرشح التوافق الوطني ثقته من خلال تلك الانتخابات، وأعطاه أصواتا لم يحصل عليها مرشح من قبل، تعبيرا عن رفضه لممارسات النظام والرئيس السابق وطلبا للأمن والاستقرار. وإن الآمال معقودة على رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته وكذا حكومة الوفاق، نقول لهم لقد آل الأوان أن تمارسوا صلاحياتكم طبقا للدستور وعملا بالمادة 21 من الآلية التنفيذية التي نصت على أن يمارس الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق صلاحيات كل منهم طبقا للدستور والقوانين النافذة. لا عذر لكم بعد اليوم، لا عذر لكم بعد اليوم. إننا نلاحظ تباينا في أولويات حكومة الوفاق والرئيس المنتخب ومطالب جماهير الشعب. إن الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق مشغولون بالمبادرة الخليجية وآليتها، مشغولون بالحوار، مشغولون بإعادة هيكلة الجيش والأمن. نقول لكم إن طلبات المواطنين تتركز فيما يلي: يريدون أولا أن يعم الأمن والاستقرار كل أرجاء الوطن، يريدون إزالة المظاهر المسلحة، يريدون القبض على المتهمين، يريدون إيقاف العنف الدائر في صعدة وحجة، يريدون القضاء على كل المظاهر المخلة بالأمن والاستقرار، يريدون أن ينعموا بالأمن في كل بيت وفي كل قرية وفي كل طريق وفي كل سهل وفي كل جبل. ولا خير فيكم إن لم تقيموا الأمن، ولسنا معكم إذا كانت الأوضاع ستستمر على هذا المنوال. إننا نناشدكم الله ثم الوطن
نقول لكم الأمن أولا، الأمن أولا، الأمن أولا، الأمن أولا. فإن المظاهر المخلة بالأمن زادت عقب الانتخابات الرئاسية، ونحن نعلم بأن هناك أناسا يريدون إثارة القلاقل، لكن الله قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. نريد منكم أن تقضوا على أعمال العنف الدائرة في أبين، نريد أن تستعيدوا الأسلحة والعتاد التي استولى عليها أنصار الشريعة بتواطؤ من بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين. إن بقاء تلك الأسلحة مع أولئك الجماعة مع تلك الجماعة تشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع. نريد محاكمة عادلة لكل من ارتكب الجرائم أو ساعدهم أو تواطأ معهم كائنا من كان. إن المواطن ينشد العدل ثانيا، وإن أقمتم العدل أقمتم كل شيء، وإن لم تقيموا العدل لم تقيموا شيئا. فالعدل أساس الحكم. ولقد شكى أحد الولاة إلى عمر بن عبد العزيز تألب الأعداء عليه واجتماعهم من حوله وطلب منه مددا وجندا، قال له نق طرقها من الظلم وحصنها بالعدل فإنه الحصن الحصين. إذا أردتم أن تحافظوا على الجمهورية والوحدة وأن تحافظوا على المنجزات الوطنية وأن تحافظوا على الحقوق والحريات وأن تحافظوا على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، فعليكم بإقامة العدل والاهتمام بأجهزة العدالة المتمثلة بالشرطة والنيابة والمحاكم. إن المواطن يريد الماء والكهرباء، يريد توفير المشتقات النفطية وتخفيض أسعارها، يريد توحيد أسعارها، يريد منكم القضاء على الأسواق السوداء. يا حكومة الوفاق، إذا لم تتمكني من توفير المشتقات النفطية وتوحيد أسعارها فلن تتمكني من تحقيق بقية الأهداف والمطالب. إن عليكم أن تعملوا على توفير الخدمات للمواطن وأن تلتفتوا إليه، فإن المواطن يشكو ارتفاع الأسعار في الوقت الذي انخفض فيه سعر الدولار. الدولار ينخفض سعره والسلع ترتفع أسعارها، معادلة غريبة ليس لها مثيل في أي بلد من بلدان العالم. الأصل بأن الأسعار تنخفض مع انخفاض سعر الدولار. إذا لم تستطيعوا توفير المشتقات وتوحيد أسعارها فكيف ستعملوا على بسط الأمن في كل أرجاء الوطن؟ فكيف ستقيمون العدل على كل أنحاء الوطن؟ أوجه نداء إلى رئيس الجمهورية
وأطالبه بمزيد من الحزم والعزم في القضايا الوطنية. فما كان ينبغي أن ينتظر أحرار الجوية أشهر حتى تلتفت إليهم. إن كانوا مظلومين فعليك أن تنصفهم، وإن كانوا ظالمين فعليك أن تردهم، ولا يليق أن يستمروا في اعتصامهم وقد قدم أكثرهم عمرا طويلا في خدمة الوطن في السهول والجبال في البر والبحر والجو. علينا أن نقدرهم وأن نرضي الله أولا قبل أن نرضي الأشخاص. فإن أرضيت الله رضي عنك الناس، وإن أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. هيكلة الجيش، ماذا تعني هيكلة الجيش؟ هيكلة الجيش هي عملية تغيير تستهدف إعادة النظر في مهام الجيش والأمن وتحديد قوام كل منهما والإمكانات اللازمة لأداء كل منهما وتحسين مستوى الأداء وإعادة تمركز كل منهم وانتشاره بما يكفل الأمن والاستقرار. إننا في هذا الظرف بحاجة إلى أن نعيد النظر في قوام القوات المسلحة وتسليحها. إن الجيوش في البلاد العربية تستغرق أكثر من 40% من الموازنات العامة لكل دولة، ونحن لم تكن هناك خلافات حدودية بيننا وبين جيراننا. ينبغي أن نعيد النظر في قوام الجيش وفي نفقاته لكي نوفر ما يمكن توفيره للقمة العيش للمواطنين الذين يعانون من الجوع. بالأمس القريب سمعنا أن 5 ملايين مواطن يمني يعانون من نقص التغذية، فحري بنا أن نخفض من نفقات الجيش ومن قوامه وأن ننفق على الفقراء والمساكين، وأن تتحول عدد من الوحدات والألوية إلى قوات الأمن حتى تؤدي دورها على النحو الأكمل، وأن يقتصر دور الجيش على حماية الحدود والثغور، وأن يخرج الجيش من المدن الرئيسية والقرى، وأن يعاد تمركزه في الحدود البرية والبحرية. هذا هو شأن الجيش في كل البلاد العربية والإسلامية. أما أن يبقى الجيش في عواصم المدن في العاصمة وفي المحافظات فإنه لا فائدة منه ولا يرجى منه خيرا. نريد أن ينتشروا على حدود اليمن البرية والبحرية، وأن يقتصر الحضور للأمن في القرى والمدن والطرق الداخلية كما هو الشأن في أي بلد يعيش ديمقراطية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستهديه ونستنصره ونستغفره لذنوبنا ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. في يوم الوفاء لشهداء جمعة الكرامة نجدد العهد على السير قدماً على طريق تحقيق أهداف الثورة اليمنية المباركة. نجدد العهد في الانطلاق نحو غد مشرق بإذن الله عز وجل، ونقولها صراحة: كنا نتوقع وما زلنا نتوقع من رئيس الجمهورية ومن رئيس حكومة الوفاق أن يقود مسيرة التغيير إلى الأفضل، فقد خرج الناس أفراداً وجماعات مطالبين بإسقاط النظام السابق وإقامة نظام جديد على أساس الحرية والعدالة والمساواة، ويتطلعون إلى التغيير نحو الأفضل في شتى مجالات الحياة، سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية. فإن أنتم فعلتم ذلك فذلك هو المؤمل فيكم، وإن لم تفعلوا فإنا هاهنا قاعدون، ومن هنا منطلقون، وسننطلق مرة أخرى لتحقيق أهداف الثورة كاملة بعد أن تحقق الهدف الأول من أهدافها، وهو تغيير رأس النظام، وسننطلق لتحقيق بقية الأهداف. وليس أمام رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق إلا السير في طريق التغيير أو الخروج إلى الشعب ومصارحته بكل ما يعانون. يجب أن يبينوا للناس إن كان هناك من يقف في مواجهتهم ما لم فإنهم سيتحملون المسؤولية. إننا نرى بأن تنصلاً من المسؤولية قائم حتى اليوم، فلم يتسلم رئيس الجمهورية مهامه كاملة، ولم تمارس حكومة الوفاق مهامها كحكومة للجمهورية اليمنية، وإن تعاملها اليوم أشبه ما يكون بتعامل مجلس إدارة. يجب أن يلمس الناس أثر الحكومة في حياتهم، يجب أن تسير قدماً إلى الأمام، يجب أن تصارح الشعب وأن تبين له حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، حتى يقف معها ما لم فإن الشعب سيقف ضدها وسيطالب عما قريب بإسقاطها. نوجه نصيحة لقيادة اللقاء المشترك وشركائهم والمؤتمر الشعبي وحلفائهم، نقول لهم: ارفعوا أيديكم عن حكومة الوفاق، إنها حكومة اليمن وليست حكومة المؤتمر وليست حكومة المشترك، إنها حكومة الشعب، وإن لم يكونوا كذلك فعليهم أن يرحلوا كما رحل من قبلهم. أيها الإخوة المؤمنون، كثيرا ما نسمع عن دماء الشهداء، وكثيرا ما يوجه اللوم إلى المبادرة الخليجية
وإلى قيادة اللقاء المشترك بأنها باعت دماء الشهداء. ونحن نقول بأن المبادرة الخليجية كانت من باب أخف الضررين وأهون الشرين، وكانت قيادة الثورة تهدف من وراء القبول بها إلى إحداث التغيير بأقل كلفة وأقل ثمن. وليس هناك ما يمنع من متابعة دماء الشهداء، فما زالت قضايا الشهداء قائمة، وقانون الحصانة لم يحل بين أولياء الدم وبين المطالبة بحقوقهم أمام القضاء. وليس هناك ما يمنع من تقديم الدعاوى إلى النيابة العامة ومتابعة إجراءاتها في قضايا الشهداء وفي قضايا الجرحى، فإن قانون الحصانة قد نص على أن يفسر هذا القانون وفق ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن. وقرار مجلس الأمن قد نص على محاسبة المتهمين في قضايا قتل المدنيين. وأكثر من هذا، فإن المادة الخامسة من ذلك القانون التي فإن المادة الرابعة من هذا القانون التي نصت على أنه من أعمال السيادة لا يعول عليها. إن كان هناك ما يمنع فإنه يجوز الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، فإن أعمال السيادة لا محل لها في القضاء الدستوري، وبالتالي يمكن الطعن بهذا القانون أمام الدائرة الدستورية وفقا لأحكام المادة 153 من الدستور، وبما يكفل للناس حقوقهم. أدعو اليمنيين عموما إلى أن يحافظوا على أمن الوطن واستقراره، ونقول بأن الأمن مسؤولية الدولة والمجتمع. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. رسالة أخيرة أوجهها إلى المجلس الوطني لقوى الثورة، أقول: لقد آن الأوان أن تقوموا بواجبكم ما لم، فسنعمل على إعادة تشكيل المجلس من خلال الثوار في ساحات التغيير والحرية في عموم محافظات الجمهورية، وسيكون له فروع في المحافظات والمديريات ليتعاون مع السلطات المحلية في حفظ الأمن والاستقرار، لكي لا تزداد الأوضاع الأمنية تدهورا. وصلوا وسلموا على من أمرنا الله بالصلاة عليه بقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أقم الصلاة.
اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا ذا الكرم والجود، يا غفور يا ودود، تعطف علينا فقد وثقنا منك بصدق الوعود. نسألك ألا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين، ولا من عطاياك مفلسين، ولا عن جنابك مطرودين. فها نحن بكرمك تعلقنا، ولمعروفك تعرضنا، ولتقصيرنا اعترفنا. فأنت المعروف بالإحسان، وأنت المدعو بكل لسان. إلهنا وسيدنا ومولانا، اغفر لشهداء ثورتنا المباركة في هذه الساعة أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح لليمن وأهله، وأهلك من في هلاكه صلاح لليمن وأهله يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أرض سوريا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وعاف مبتلاهم واجبر كسيرهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد وعوانه، اللهم شل أيمانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم اجعل طعامهم سما، وهواءهم حما، ونومهم هما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الإخوة الثوار، سنهتف اليوم شعارا واحدا لرمزية جمعة الكرامة. الكل بصوت واحد يجلجل الفضاء، الشعب يريد محاكمة السفاح، الشعب الشعب يريد محاكمة السفاح، الشعب عهدا منا يا شهيد عن دربك لا لن ناحيد. الشهداء أحباب الله لا لن ننساهم والله. اسمع يا كل العالم، صالح لازم يتحاكم. اسمع يا كل العالم، صالح لازم يتحاكم. يا شهداء الكرامة، صالح واجب اعدامه. يا شهداء الكرامة، صالح واجب اعدامه. صالح واجب اعدامه. حصان ما نرضاها، بلاها واشرب معها. حصان ما نرضاها، بلاها واشرب معها.